بمنعم شاكر حمدان عبد الله الفياض الكبيسي من عشيرة البحيدر، تولد مدينة الفلوجة 1960. بعد أن انتهيت من الدراسة الابتدائية التحقت في المدرسة العاصفية الدينية في جامع الفلوجة الكبير، وبعدها انتقلت إلى معهد عبد الله بن مبارك في الرمادي بإدارة وكان مديرها يوم ذاك الشيخ عبد الملك السعدي وإخوانه الكرام. ثم انتقلت إلى كلية الشريعة ودرست على أكابر العلماء الموجودين هناك، وكان أول تعيين لي 1986 حيث انتدبت على جامع الرحمن في مجمع العامرية، حيث لم يكن هناك إلا 30 عائلة أو 40 عائلة في ذلك المجمع. لدي 4 في عمل الإمام والخطابة في منطقة الزغاريت 1976 جامع الروضة المحمدية، هذا قبل التعيين. وبعدها كما قلت أنه تعينت 1986 وتدرجت من إلى جامع الرحمن في العامرية عامرية الفلوجة إلى جامع حذيفة بن اليمان، ثم تحولت إلى جامع الفرقان. في جامع الفرقان قمت بعدة نشاطات بفضل الله سبحانه وتعالى، منها تأسيس معهد الفرقان للقرآن الكريم. هذا المعهد بفضل الله سبحانه وتعالى كان له الثقل الكبير في تعليم وتعلم القراءات السبع وحفظ القرآن الكريم كاملا، وكان الطلبة الذين تخرجوا من هذا المعهد كان لديهم النصيب الأكبر في ذهابهم وإفادهم إلى الأزهر الشريف. المرحلة الأولى التي نزلت فيها إلى الشارع وإلى عوائلنا الكريمة وتفقدهم في الأحياء السكنية وغيرها وفي كل مكان هو بسبب آية كريمة مرت على سمعي عندما كنت إماما وقرأت بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فكانت أعمالي ليس بالمستوى المطلوب التي أقدمها للناس، فمن يومها عمدت على ترك الخطبة سنة 1995 ونزلت على أرض الواقع لأتفقد الفقراء والمساكين والأيتام والمتعففين، ونزلت في نشاطات عدة بفضل الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى.